هاي هون اذا بتطلعوا هذه هون compensating windings. The compensating windings عكس الانتربول. الانتربول وين حطيناه؟ بين بول وبول. جينا بين البول الرئيسي والبول الرئيسي حطينا انتربول. هون لا، هون جبنا البول نفسه وحفرنا فيه، في وجه البول حفرنا، مررنا سلك وردينا سلك ثاني وسلك ثالث. فالكومبنسيتنج وايندينجز قاعده وين؟ في داخل مين؟ في داخل الكور تبع المين بول نفسه. هلا ما بعرف اذا انتم شايفينها بشكل واضح، للاسف انا ما قدرت اجيب صوره اوضح من هاي الصوره. هذه صوره واحده من التطبيقات، وهي هون واضح اذا بتطلعوا على البول فيس شايفين كيف محفر من هون، محفور ومحفور من هون، والسلك ماشي في البول. فلانه السلك ماشي في البول بيقدر يعمل ارمتشر رياكشن. وايش الكرنت اللي لازم يمر في الكومبنسيتنج وايندينجز؟ نفس التيار تبع الارمتشر. اشكرك. واللي بالانتربول نفس الشيء، ونفس الشيء هون كمان. للاسف هذا الصوره مش كثير واضحه، بس هون في عندي هي هون كومبنسيتنج وايندينجز، وحتى كانهم حاطين هون انتربول كمان مع الكومبنسيتنج وايندينجز. يعني كانه هذا انتربول، هذا مين وايندينج، جوا المين وايندينج ايش حاطين؟ او هذا المين بول حاطين كومبنسيتنج وايندينجز، وبالاضافه كمان حاطين انتربولز. هي هذا بول صغير بين البولز الاثنين الكبار، وهذا بول صغير بين البولز الاثنين الكبار، وهكذا. اذا الطرق